بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء ونزل القرآن لنا في الصدور شفاء فأضاء به قلوب العارفين والأقوياء. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا فتصدع من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا هو كلام الله يتلو على مسمع مدرسكم الصالح قرية مصر العربية والمخرج محافظة الأسدية وليد القارئ الشيخ أحمد الخضر أحمد مصطفى المقارئ والمدير والمشيع الشافعي لمركز ومسجد التلا. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
أحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا لا تدخلوا من المسجد
محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين
رخماء تراهم ركعا سجدا والبغي بمحافظة الحنفية عبد القارئ
الشيخ محمد الخضر احمد مصطفى القارئ والي كريشة شابعة لمركز مدينة سدى وسدى سدى هذا كان لكم جزاء وتوسع سبع شهور.